We love you, Tilkepe. We adore you. You're gonna stay in our hearts forever and ever and ever. شويق لي تلكيبي أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم لتكن افتتاحية الإذاعة اليوم تختلف عن البرامج السابقة، لتكن مواضيعنا اليوم مسلية، مضحكة، مبكية، ثقافية، انتقادية، وأهم شيء أن يكون لها دعم للوطن وللقرية الكلدانية والجالية في المهجر. عزيزي السامع، إذا أنت مغترب اسمع، وإذا أنت مهاجر أو مشرد من حقك أن تسمع على هذه إذاعة صوت الجالية، وأنا أخوكم سام قسطو معد ومقدم هذا البرنامج المتواضع البسيط، والمخرج القدير الأستاذ جورج عربو أستاذي العزيز ويدي اليمنى في نجاح هذا البرنامج، ونحن مستعدين لسماع كل ما تريدون أن نسمع جميعنا سوية. رقم الإذاعة هنا 248-557-3300 248-557-3300، وهذا بث مباشر على الهواء لمدة ساعة كاملة. نأتيكم كل يوم جمعة في تمام الساعة 11 مساء وإلى منتصف الليل. أعزائي، قلت برامج تسلية، لأن قلنا كثير وصرخنا كثير وكتبنا كثير، ولحد اليوم كل شيء هو قصيدة نسلي بها نفسنا في أوقات الفراغ. بعدها قلت مضحكة، هذا طبعا صح، لأننا أصبحنا ضحكة في عيون الناس، ونحن نقول نعمل هكذا ونعمل هكذا، وهذا يقول أنا صديقي أوباما، وهذا يقول أنا معجب بهيلاري كلينتون، وهذا يقول أنا يوميا أتغدى مع سيناتور وتعشى مع بوتين، وأنا أقول أنا ابن عمي كلينت قسطو. وبعدين وين وصلنا؟ بعدنا نضحك على نفسنا. وقلت برامج مبكية، هذا لا يراد لشرح لأن لم يبقى لنا دموع أن نبكي بها. وقلت مفرحة، هنا أنا تعديت على نفسي وأعتذر، لأن لم نفرح من زمان، وإذا فرحنا فكل أفراحنا مزيفة، لأن السم الذي شرب الوطن شرب منه كل مواطن حتى ولو كانت قطرة واحدة أو أكثر. وقلت ثقافية، هذا جيد لأن الإنسان يتعلم إلى آخر يوم في حياته. أما انتقادية، هذا هو موضوعي المفضل، لأن النقد هو أساس النجاح، وكل نقد هو بناء إذا كان النقد حول موضوع فيه مشكلة، لأن المشكلة ليست مشكلة إذا ما تنتقد من أكثر من شخص. وأقول يا هلا يا هلا بكم، أهدي لكم سلامي وتحياتي، وأرجو أن أكون
عند حسن ظنكم ابقوا معنا. اخ يا زونك ما تظالم رسالة من مغترب خارج الوطن يقول: انتهى الزمن الذي كان فيه أهلنا يخافون علينا في الغربة، وأصبحنا نحن في غربتنا نخاف عليهم وهم في الوطن. الغربة أعزائي المستمعين صعبة، ومع هذا الغربة مرغوبة. الغربة غرور، وهذا الغرور هو الذي أغرانا في الهجرة والسفر. المغترب على طول مضطهد بطريقة أو بأخرى. الاضطهاد هنا يمكن أن يكون استغلال. الغربة حزن، تعب، شقاء، ضياع مصير، فقدان وطن، فقدان ضمير، فقدان حضارة، فقدان أهل أو أصدقاء أو جيران. وأهم من كل هذا، أنت تعيش في الغربة جسم فقط، وهذا الجسم وهذه النفس تكون متعبة. الغربة صعبة جدا أينما كانت، لأن المغترب يجب أن يبدي حياته إلى مستقبل مجهول، يبدي من الصفر. تأثير الغربة على طول تكون قاسية إلى الأشخاص الكبار، لأن الكبير عقل منير ولا يقبل غير وطن بديل. أما الصغير ينسى بسرعة ويتأقلم في البلد الغريب، وهذا أبدا مو عيب. الإغراء في الهجرة، وخاصة عندما تكون الهجرة اختيارية، هذا الإغراء يلعب دور هام في تشجيع المواطن للغربة. وهذا الإغراء هو فيلم، كل خدع سينمائية، ولهذا السبب مرغوب عند أكثر البشرية، لأن كل شيء يظهر على الشاشة يكون لإغراء المشاهد. أعزائي المستمعين، لنكن واقعيين ونعترف بالغربة التي كنا نتوقع منها شيء واكتشفنا عكس ذلك، عكس ذلك الشيء تماما. مثلا ولو أبالغ شوية بهذا الموضوع، أنا سوف أشرح لكم كما أنا تغربت ويمكن لهذا السبب هاجرت. طبعا هجرتي إلى أمريكا، كنت منذ طفولتي أتخيل أن شوارع ديترويت مصنوعة من الذهب، لكن بالنسبة لي يمكن كان هذا الخيال مقبول، لأنني كنت أسير في طرقات بين المزارع والأشواك وحافي، فهذا الخيال يهون. الخيال الثاني أن الدولار متوفر إلى درجة وموجود في الشوارع وفي الأشجار، هذا ما خاب ظني. لكن مع هذا وجدت دولارات والحمد لله، لكن ليست بالسهولة التي كنت أتوقعها. وهناك أشياء كثيرة أخرى رأيتها مثل ما كنت أتخيلها، ومنها الونسة والكيف والحرية والوحدة والانفلات والانفراد، وكل واحد ما عليه إلا بنفسه. الغربة أشبهها بحياة أي شخص، أي كل شاب يتمنى الزواج
وعندما يخلف أطفال يقول غدا يكبرون وسوف أرتاح. طبعا في العراق هذا صحيح، كانت الأبناء سند للآباء، أما في الغربة بعد الزواج تأتي الأطفال وبعد تعب التربية والسنين، وعندما يكبرون تزداد المشاكل وتقول يا ليتهم بقوا أطفال. المغترب على طول يكون عطشان لكثير من الأشياء، لذلك يكون طموح وشاغول وذكي ليكون نفسه وأن يربي عائلة تربية على الأقل تكون قريبة على تربية الوطن الأم. وطبعا هذا مستحيل، لأن الأب يأكل خبز والأولاد يأكلون خبز ثاني. في الغربة كلنا نعلم الخبز الأول الذي أكله الأب كان خبز حقيقي مصنوع بيد الأم الذي لا نعلم ما هي معاناتها. أما في الغربة فالصمون مجرد صمون للأكل وصمون تجاري لجمع المادة، ولا يوجد أي يد حنونة مثل يد الأم التي قامت في الصباح الباكر وعجنت وخبزت وربت أبنائها، وكان على طول الابن يأكل إلى أن كبر، وكبرت الأم وظهرت التجاعيد على وجهها وانحنى ظهرها، وكان الولد الحنون يتذكر الأيام التي كان طفلا وتربى. وفي يوم عند كبرها قال لها يا أمي أريد أن أغسل يداك. جاوبت الأم الحمد لله أنت كبرت يا بني، لكن الابن أصر أن يغسل يدي الأم، لكن لاحظ يد الأم تعبانة كثيرا كثيرا ويوجد فيها تجاعيد كثيرة في كف يدها. عندما غسلها وقبلها وتذكر الأيام التي كانت يدها من بدل هذا الفرن الميكانيكي، هذه اليد تعبت لا من الخبز فقط، لكن من الخياطة والغسيل والطبخ والأيادي التي تحملت الحر والبرد. عندها صاح بأعلى صوته وقال يا أمي يا أمي قلت لي لا تذهب يا ولدي، لا تهجرني يا ولدي، أنا من بعدك لا حدا عندي. أنا قلت آسف يا أمي، إنني لم أزورك وخنت وعدي ولم أستطع أن أصلي على قبرك لأن الزمن أقوى مني، ولكن أنت سوف تفقين أمي يا أمي. أعزائي المشاهدين، الغربة منحت لنا كثير من الأشياء، لكن نحن ندفع الثمن، والثمن غالي جدا، وكل شيء بفلوس. الثقافة بسعر عندما ترسل أولادك إلى الجامعات، والصحة بسعر عندما تشتري إنشورس، والسكن بسعر لأنك بحاجة إلى قصر، والسيارة بسعر، وحتى اللبس والمناسبات كل شيء بسعر. هذا كل شيء موجود في الغربة، ولهذا الكل تعبان. ومع هذا لتكن هذه أرباحنا في حياتنا اليومية ونحن اشتريناها بثمن. لكن هناك أشياء كثيرة خسرناها ولا نستطيع أن نشتريها بثمن، وهي الأخلاق والاحترام والتقدير، ولا أقول العادات والتقاليد لأن بعض السامعين لا تتقبل هذا الكلام، وكل سامع مدلل. وأهم شيء أنه لا يزعل، وأهم شيء خسرنا، وأهم شيء الذي خسرنا هو راحة البال. إذا أنت تعبان لا تستطيع أن تفكر ولا تستطيع أن تصلي، ولا يكون لك القدرة في القيام في كثير من الأشياء. ومهما يكون أنت غريب وتبقى غريب طول عمرك، لكن المثل يقول إذا أنت تشوف وتسير مع العميان، إذا أنت مبصر وتسير مع العميان، وإذا كانوا كثيرين فأحسن إلك تسد عيونك وتمشي حالك من حالهم، ولا أنت أحسن منهم لأن خيارك كان خيارهم.
والكل ساقط في نفس الساقية. هذا البلد العجيب كله غريب ولا يوجد عيب، لأن الاحتيال هنا ذكاء وشطارة، وكل قانون أو دستور سرق من حضارة، لكن السرقة عندهم خبرة وجدارة. وهذا البلد مجمع، جمع كل وردة وكل شوق من بلاد بعيد، والكل سقط في نفس المصيدة. وهنا الذكاء يستعمل بطرق غريبة وعجيبة. أعزائي المستمعين، مشاجرة مع صديق رجل أعمال شريف ونظيف وذكي عند هولسيل، أي بيع بالجملة، يبيع سيجاير وكاندي وأشياء أخرى للأسطورات، وعنده مشكلة كبيرة جدا وهي السرقة. السرقة لهذه التركات من قبل المارين من عند الأسطورات في وقت الدليفري، وكانت إما عن طريق مسدس أو ضرب للسائق. وفي يوم خابرني وقال: سام ارتاح، أنا لقيت حل للمشكلة. قلت: خير إن شاء الله، راح تسوي دليفري بالطيارة وترمي البضاعة من فوق سطح الستور؟ ضحك وقال: لا يا سام، راح أرسل سواق اثنين في كل طرق. عندما واحد ينزل وينزل البضاعة في الستور على ما يتحاسب، الثاني يبقى جالس في الترك. هسه شلون؟ قلت له: شوف هذولا هسه تخليهم يفكرون بطرق أخرى. طبعا الفكرة جيدة، يعني هل معقولة يسرقون الترك أمام الستور وواحد عراقي لابس عسكرية يجي واحد ياخذ الترك غير ياكل هذا العراقي أكل؟ وبعدين هذا العراقي عنده مسدسات اثنين، واحد منا وواحد منا. راح يوم وإجا يوم، عندها صديقي كان يضع بضاعة في الترك لعدد كثير من الاسطورات لأنه مأمن، ومن بدل ما يضع $5,000 في الترك بدأ يضع بضاعة أكثر، ل20,000 ويمكن 30,000، وسيجاير وكاندي وأشياء ثمينة. وقال لي: حتى إذا أضع ذهب في هذا الترك بعد ما أخاف، لأن عندي سواق اثنين. وأنا أخوكم على طول متابع الموضوع ومرتاح. وإذا في اليوم ثلج بارد وتليفون من أحد سواق الترك، قال: عمو سامي تجي أنت تأخذنا؟ لو أخابر مجيد. أنا قلت: ليش؟ جبيها سيارة جديدة. قال: الله يرحمها. قلت: ديروا بالكم على البضاعة، هسا أدز ترك ثاني حتى نحول البضاعة من هذا الترك إلى الترك الثاني. قال: البضاعة الله يرحمها، تعال على فلان ستور قبل أن الله يرحمنا نحن الاثنين. طبعا أنا صفنت، وبعد أن صفنت أشي ولا واحد مسأل الصار. أعزائي المستمعين، يا هلا يا هلا بكم، أنا أخوكم سام قسطو، وأول واحد أنا وأنتم تركت بلدكم إلى هذا البلد العجيب والغريب الذي الشمس فيه لا تغيب، لأنه بعيد عن الحق والإيمان. الذي حصل هو السرقة موجودة في كل مكان، وخاصة سرقة البلدان. هؤلاء السواق الاثنين، واحد جلس في السيارة في الترك والثاني نزل البضاعة الذي في السيارة، قفل الأبواب في السيارة وجلس وراء الستيرن وعيونه مفتوحة ومرتاح. وإذا سيارة ثانية تأتي من الوراء وتصطدم بالترك صدمة خفيفة، لكن هو شعر أن هذا حادث، نزل من السيارة وسار إلى الوراء ليتفقد ماذا حصل. وفي نفس اللحظة صعد سائق ثاني وساق الجمل بما حمل. وهكذا أعزائي المستمعين، أول شيء حصل للوطن هو الضربة، لكن لا من الخلف مثل هذا الترك، بل من الأعالي ومن الجوانب ومن الأمام ومن البحار وإلى الجنوب وإلى الغرب وإلى الشرق لا إلى الشمال، ومن عبر القارات. وعندما هاجر الشعب سرقوا الوطن
بما هو فيه من كل غالي ونفيس، ولحد اليوم لا يوجد لا حس ولا نفس ولا من يعارض ولا من يتكلم، والكل في حيرة وكلنا في أشد الألم. على اسمك يا وطن، يا الطاهر ترابك، لا يهمك شما دمرا، واصبر اصبر اصبر على مصابك. اسم الله على اسمك يا وطن، يا الطاهر ما دمه، واصبر اصبر على مصابك. شعبك يحبك يا وطن، وما تهم لو عاد ومحن، عندك رجال، عندك رجال تنتخي وتضمد صوابك. اسم الله على اسمك يا وطن، يا الطاهر أعزائي المستمعين، في الأسابيع الماضية تطرقنا إلى مواضيع كثيرة ونالت إعجاب الكثير، ورحبت في انتقاد القليل، وأنا أريد أن أشارك معكم هذا الانتقاد. أعزائي، المسيحي المفروض أن لا يحلف، وهذه طريقتي في الكلام، أن أقول لكم صدقوني أنا عندما أتكلم من خلال هذا الميكروفون وأنا على علم، أنتم كذلك على علم أن هناك آلاف الناس تسمع، ويمكن مليون حول العالم، لأن يأتي رسائل كثيرة من أماكن بعيدة
لأن اليوم سماع أي شيء سهل جدا من انترنت وفيسبوك وانستغرام واليوتيوب. وأحلى شيء هو إذا أنت سمعت شيء كل أصدقائك تسمع وكل مستمعيك أصدقائهم يسمعون، وهكذا يوما بعد يوم يزداد عدد المستمعين كثيرا كثيرا. بريد الإذاعة اليوم هو الرسالة تبدي بكلام جميل وحلو ومرتب، طبعا هذا جميل جدا لكن خدعة ذكية ظريفة، مثل الطوبة عندما ترميها في الهواء كلما تعلى في الجو يكون نزولها أقوى ومن الصعب السيطرة عليها، وبعدها يأتي النقد الجميل والحلو مثل صاحب هذه الرسالة وهو يقول: عزيزي سام، أنا لا أفوت برامجك وأتابع برامجك. طبعا لو كان هذا الشخص جالس مقابلي كنت أقول لا عزيزي أنت تعال من الأخير، ماكو داعي لف ودوران، وكنت أبتسم قليلا. السؤال هو: يا سام، في قسم من البرامج تحكي أو تقول كلام ثقيل، هل هذا الكلام موجه لحدا؟ طبعا من خلال الجواب سوف نعلم ما هو قصد السائل. عزيزي صاحب الرسالة، النقد حلو والصراحة أحلى. أقول لك إذا أكون ثقيل في الكلام عن الوطن فأنا لست وطني، لأنني لم أفعل ولا شيء لوطني. لكن أقول لك في سنة يمكن كانت 1982 كنت أقرأ الجريدة ديترويت نيوز، وفرحت كثيرا أن في الصفحة الأولى بالكامل كان تصوير لشخص ذو شخصية وهيبة، وإذا هو كان على رئيس العراقي، وهناك كتابة كبيرة مكتوب عليها The Man of the Year، أي الرجل لهذه السنة. طبعا أنا فرحت كثيرا، لكن هل يا ترى هم نشروها لحبهم للعراق؟ طبعا لا، هذه كانت ابتسامة، كما قال الشاعر: عندما ترى أنياب الليث لا تظنن أن الليث يبتسم، لأن الأسد يقول لك سوف آكلك، أين المفر؟ وثاني شيء، سؤال عن قضايا تهم الجالية. عزيزي مرة ثانية أقولها لك وأنا أبتسم، لكن هذه الابتسامة حقيقية، وهي صدقني عندما أقول أن الجالية تتكلم كثيرا، هذا أنا أول لغوتي من أفراد الجالية، وإذا أقول الجالية لها عادات سيئة أنا أول واحد أتأسف على تصرفاتي فيها، وإذا أقول الجالية جريدة أنا تلفزيون على الفضائيات، وإذا أقول الجالية ترجع إلى الوراء فأنا في آخر السرة، وإذا أقول الجالية تغرق فأنا الغارق الأول. وهذا معنى عندما أقول أي شيء لأي شخص بصورة عامة، فأنا يكون قصدي هو أن أكون أنا المقصود أول واحد. وبطريقة أصح أقول لكم أعزائي، عندما أتكلم بأي موضوع أكون أنا الذي جربت وشفت، وإلا لم يكن لي مواضيع للنشر أو للنقد أو للشرح، لكن مع هذا الصورة العكسية هي المهم، أي إذا أقول الجالية في تقدم أنا أكون أول واحد، إذا الجالية بحاجة إلى شيء معين أنا يكون لي الشرف أن أساعد إذا أمكن، وإذا الجالية بحاجة إلى نصيحة جيدة أو نقد هنا يأتي دوري لمقدم ومخرج هذا البرنامج، لا العفو طبعا جوش مخرج، والذي هدفه هو مساعدة الجالية، لكن أساعد نفسي أول شيء حتى أستطيع أن أقدم المساعدة. وعندما تتعلق المسألة بالوطن هنا أقول لك يا عزيزي صاحب رسالة، هذه ما فيها مجال أبدا أبدا، لأن الوطن هو الهواء، والنفس هو الدواء، وراحة البال هو الذي يفرض نفسه علينا، وخاصة نحن الذي غذرنا به. وهذا تأكيد على سؤال السائل، وهو عندما قلت نحن غذرنا به أنا أقصد إنني أنا أول واحد غذرت بالوطن، وعفت الوطن الذي ولدت فيه وقضيت فيه أحلى أيام طفولتي وشبابي. واليوم نعم، اليوم أثبت الوطن لنا إننا غدرنا به، والغدر ليس سكين تضرب فيه من الوراء في الظهر،
لا، الغدر هو إننا ساكنين في بلد الذي غدر في بلدنا، الذي دمر بلدنا، الذي دخل الظلم إلى بلدنا، الذي رجع بلدنا إلى الوراء سنين وسنين والحبل على الجرار. والذي يؤلم أكثر هو كان ولا يزال قابليات خارقة وقوية وصوت عالي ولمدة 13 سنة، ولا حدا استطاع أن يقول أن أمريكا على خطأ، أن رئيسها على خطأ، أن بريطانيا على خطأ. مع العلم عندنا محامين ومفكرين وإذاعات وتلفزيونات وفضائيات، ونسينا أن هذا البلد هو بلد الحرية، تستطيع أن تعمل كثير من الأشياء القانونية التي تحاسب الظالم. لكن لو كان الزمن مثل ما كان، ولو كان الزمن كما كان العراق بخير، وكما كان العراق يدفع كما كان، لكان الكل يسرع ويقدم الشكاوي مقابل المادة. لكن عندما ضاع كل شيء لا يوجد هناك من يدفع، فالكل سكت وبقى صامتا لكل هذه السنين، إلى أن قال لي هذا الشخص صاحب الرسالة أنه أنت من إذاعة صوت الجالية، ومن خلال موضوع مهم الذي كان عنوانه من الذي يحاسب ومن الذي سوف يحاسب، حينها التقليد أسهل شيء. أعزائي المستمعين، الحق يعلى ولا يعلى عليه، العدالة واجب في كل شيء. يقولون العراق احتل الكويت، ونحن قلنا الولد الضائع رجع إلى البيت، لكن كان تايه وعنيد، حينها ذهب عليه الأب وشد من أذنه ورجع إلى البيت. العراق تعدى على الكويت، أخذ كم سوبر وكم اير كونديشن وكم محولة كهرباء. طبعا هذا خطأ جدا، ويمكن أن العراق كان على خطأ في احتلال الكويت، لكن ماذا تسمي احتلال العراق من قبل دولة لا بها ولا عليها؟ عندما كانت عشيرة تتعدى على عشيرة ثانية، كانت العشائر المجاورة تتداخل وكل شيء يرجع إلى مكانه. أمريكا تدرس العراق لسنين وعقود كثيرة، وتعرف كل شيء عن العادات والتقاليد والاحترام الموجود بين العشائر ورؤساء الدول المجاورة، ومع هذا لم يستعملوا هذا الأسلوب، لأنهم لا يريدون الصلح بين أبناء العراق، ولا بين أبناء العراق والكويت، ولا العراق والسعودية أو العراق أو أي دولة مجاورة، لأن الهدف كان الاحتلال، احتلال لامتصاص دم الشعب ومعنويات الشعب وكسر ظهر الوطن ونهب وسلب بطريقة لم نشعر بها إلا في السنين الأخيرة، لأن السكين وصل إلى العظم ولم نتحمل بعد ونقول ما هو الذنب الذي ارتكبناه. صح تعدينا على الكويت ودخلنا وخرجنا، لكن هل كان لنا الأسلحة الكيميائية؟ طبعا لا. هل كان عندنا يد مع القاعدة؟ طبعا لا. لكن ولو كان عندنا أسلحة، ولو كنا مؤيدين للقاعدة، أتصور العراق كان يتحول إلى بارك، إلى صحراء قاحلة، ويمكن حتى المغتربين نحن جميعا هنا وأولهم أنا كانوا يأتون ويأخذوننا ويضعوننا في جزيرة قاحلة لم يكن فيها سوى الأفاعي والجرذان. أعزائي المستمعين، حان الوقت اليوم أن يعلى صوتنا وأن نتحد فيما بيننا نحن العراقيين، لأن لا حدا يبكي للعراق سوى العراقي، ولا حدا يشعر بالعراق إلا العراقي، والعراقي راقي وباقي. وأتمنى أن يكون هذا كافي لسؤال الأخ العزيز، وأنا أعتبر هذا نقد بناء. ولهذا أقول مهما يكون الوطن، هو وطن غالي، كلنا يجب أن نكون صوت صارخ في الأعالي. لدينا أهل وجيران وأصدقاء وكلهم غوالي، الحق والعدالة سوف ترجع، ونقول هذا مالتك وهذا مالي، بابك مع الإيداثي الشمية وكامر يا إيشو عمشيحة مراحم بحالي، أثدلت نشواثة براي كامر ما قطمة دارن بريشي إيه كزالي، إذا دليب تشاك حالي تآذي بلد ديوه بعياش بقاوي وديل أكبر بلد قبارة بعالم. إيموري يا صاحب رسالة تماني شاكن حالي، مهجير عمي مهجير خالي، ولبش ليلي لخة تامة، لكن ولدها
ما في تلكيب إلى ببخايا طالوخ وطالي. سر الأزمان يا هادينا على الإيمان، يا مالك سر الأزمان يا هادينا على الإيمان، نصلي لك همناش ما زاد يا ربنا تحفظ بغداد، صلي لك همناش ما زاد يا ربنا تحفظ بغداد، هي عاصمة الضاد وتاريخ العباد، هي أم الأمجاد يكفيها حداد، اللهم احفظ اللهم احفظ اللهم احرس اللهم احفظ اللهم احفظ بغداد. نحن كلدان وآشوريين وسريان، نحن من حمل هنا على أكتافنا الصلبان، نحن من سقينا الأرض دماءنا من الشريان إلى الشريان، نحن من احتضن الأرض منذ بابل وإلى الآن، نحن بنات الإنسان، نحن من قلنا له اقرأ في عهد جدنا حمورابي سليل الشجعان، نحن من شرعنا هنا قوانين الأمن والأمان، نحن لم نكن هنا غرباء مع من هب ودب من الغربان، نحن لسنا من خان ولسنا من تحالف مع الشيطان، نحن من عشق الأرض فدفعنا لها دما بأغلى الأثمان. وأقدم شكري واعتزازي للأخ المهاجر ابن عمي بشار قسطو من شمال العراق. أعزائي المستمعين، من بين الرسائل الثانية رسالة يقول: أنت مقصر على تلكيف، هاي كم برامج وأنت ناسيها عزيزي التلكيفي، مو حيف أنسى تلكيف، حتى اليوم عندنا نيو تلكيف، وحتى إذا أسسنا إن شاء الله سوبر تلكيف لا ننسى تلكيف الأصيلة، وهذه كلها موجودة في القرية الكلدانية. صديق أرسل لي خارطة تلكيف، وصديق أراد أن يختبرني أرسل لي تصوير تلكيف، هذا التصوير سحب من طيارة وكل شيء في تلكيف واضح وكأنك موجود فيها. حينها أول شيء انتبهت عليه هو الكنيسة والناقوس والشارع والمقابر والبيوت، وأحزن شيء هو الكنيسة والناقوس بدون صليب. وأريدك يا عزيزي السامع أن تغمض عينيك وتتخيل وأنت تنظر تنتظر الصباح الباكر يوم الأحد، طبعا الجدول موجود، طبعا هاي حياة في تلكيف، الجدول موجود لا يتغير، أول شيء الكنيسة، حتى لو تموت تأخذ فراشك وياك ما فيها مجال أبدا، لازم تذهب إلى الكنيسة، وبعدها تبدي الحياة المليئة بالحب والحنان والونسة والكيفية تلكيف. تبدي من الريوك، تذهب إلى الكوخ وتأخذ البيض من تحت الدجاج بعد حار، وتنغزك الدجاجة وتقول:
قلاد دحمول إيثن بعد بئر كبيرة بثايا، وبعدها تركض إلى البقرة وحليب وتملأ ستلوكة وإلى قطيع الأغنام والدهن الحر وإلى القصاب، وذلك اللحم تأكله بدون طبخ. وهكذا يبدي النهار في تلكيف، ولا يريد أن ينتهي من السباحة في الخوصر إلى الركوب على الجرجر، والكل مشغول بربوشة لو بغزادة وانشب قدوشة وزاق بقلاثة دعجايب خرخوشة وخماثة ومناثة شرشاف منقوشة وقناوة دهريسة رقلي بثري بقاود بحوثة ايقا غزيلي غذاء تلك بنيثة كم خازنا وزل بيراقة ويرا البيثة وآي واوا خبيثة دقلي الطرى ميري دقلي الطرى ميرا مسنبالوخ دلقورت لخا ليثن ببيثة سيمن داخة لما ثت اللي محكيثة آمر شوق دورن بحشت تضعلى كثيثة أمرالي ماكبت هيو من خريثة ميري قلات غلاس مايا مدنثة لهيت مصليثة ايقا بثخلة طرى وميرا هيو هم آنا إيوان صهيثة أمرنا كبنخ إيوت آنا إيوان برد محل اختيثة أمرالي كيبن قول وفعل لابس محكيثة أميرا إيوان برد بلد أمرال إشقال بغداد نيثة أميرا فلس دي لك ياون بدم الزلام ميرا سيش قلوخ مصليثة أميرا إيوان عصبي أمرال سيش قلوخ بيبط نيثة أمرال آنا أميرا آنا كمصالن وكسيمن أمرال سي إشقلوخ عين كاويثة أميرا قلات إيوان كلش فقير أمرال سي إشقلوخ تسقب نيثة أميرا آنا كخدمن ديرا أمرال سي إشقلوخ بقب نيثة أميرا آنا إيوان غورا قبارا أمرال سي إشقلوخ القش نيثة أميرا قلات شمو اللي طاوة زيلن زالي لأمريكا أمرال دها هيو وور آيت لغضة لك شكلالوخ إلا تلك بنيثة وهر لقمن شمندي بس نوبل الأمريكا لا جهاز ولا بطل ولا كثيثة وبشكلا آيت لا برد آي شوتن ديلا هم خبيثة تلكيب ما في خليفة وبلبي إيلا دريفة يوم الزالي خزينا ويوم بتاوي إيذا وقيتا كنت كمشار مسخخ شوياف القار بحسرة في وغلدين مختة ومخوافة هلا قبار أنشير وإيذا وافة كمالاوة أنبض رافة متقلم كل شكل ورنقي أنا جوانق وخمافة يا ماري آي تنطورة مكل دجمن وكبورة نطورة كل ناش المافة رابة وساوة وهمزورة بيثن برقل إتافة وبفراتل المافة كنت كسق أخوة البضرافة كما خيلا بوخ المافة تفضل أنت على الهواء مرحبا أستاذ سام اهلا وسهلا حبيبي اكو عندي سالفه لها ربات اقدر اقولها نعم بس عندي سالفه على الموضوع اتفضل لها ربات اقدر احكيها اتفضل اتفضل يقول اكو كلب مخبل يعني يفتر بالغابه شاب الاسد نايم اجا وربط له بالحبل اجا وربط له بالحبل وشرد
يا عاد الاسد يا ابن نبته مربوط يا مصيح ماكو ولا واحد وجهة. وإلا حمار يتمشى يما قال الأسد يا معود بس ما تركني أنطيك نص الغابة. تردد الحمار أول مرة ولكن أشفق علي أشفق على الأسد وفق للحبل. الأسد هنا نبض أيديه وجاد الحمار أشوفه أني راح أنطيك نص الغابة مصابر. قال ليك يا ملك جاوب الأسد وقال له شوف أخويا إني حر هسه بس راح أنطيك الغابة كلها. أتدري ليش؟ لأن الغابة اللي بيها كلب يربط وحمار يحل ما ينقعد بيها بعد. والعليم بالإشارة يفهم تكبير إشارة. شكرا جزيلا. لا العراق بخير والعراق يبقى بخير والعراق مليء خيرات. العراق مو غابة لكن غابة مو بس أشجار، غابة مملوءة ثمار ونخيل وكل شيء. شكرا جزيلا. يوجد فيها ما ألذ وطاب من كل شيء، وهذا ما يغطي حاجة المهاجرين وكل العراقيين الذين يسكنون في هذه المنطقة. هنا يأتي دور الجالية في المحافظة على هذه القرية، وأن يكون اسمها ومركزها وهيبتها عالي. ولهذا أقول لكم وللجميع ولأصحاب الأشغال في القرية وحتى في غير القرية أن نحافظ على هذا الكنز وأن نضع سياج من حديد حول حدود القرية حتى لا يدخل فيها شوائب وأشواك ومنافقين وغدارين إذا كانوا منا أو ضدنا. وبالعكس هذا السور العالي الذي يحيط بالقرية أن يمنع من أفراد الجالية أن يعبر السياج ويذهبوا إلى أماكن أخرى بعيدة وغريبة. وهذه المشكلة أعزائي المستمعين لا نستطيع حلها إلا أن نكون نموذج جيد وخدمة جيدة وبضاعة ممتازة وبأسعار معقولة، وأهم شيء الصدق والأمانة في حسن المعاملة. وهذا ما يجعل من ابن الجالية أن يكون مميز وأن تكون أشغالنا منا وبينا ونطرد الذي يعادينا. أعزائي لا يفيدك إلا صديقك ولا يفيدك إلا ابن بلدك. المثل يقول لشوقت مرزيوة اتخاطر البراي، وإذا هناك ما نشتكي منه أرجو أن نكون واعيين والتخلص منه. وفي هذا البلد لا يوجد عيب ولا يمعود ولا بختلة، هنا تدفع تفتح لا تدفع تعزل، وكل شجرة تثمر ثمار جيدة عندما تعتني بها وتخدمها. وإذا أنت بحاجة إلى استثمار أو مساعدة، المثل يقول إذا دلها ولغم شرطة بكيبة، إذا دلها ولغم شرطة مشرب كيبة، أي إذا لا يوجد من تستشار به استشار بالحجر. أتمنى للقرية الكلدانية أن تكون كلدانية بالاسم والفعل وتقدم وازدهار حتى يتعدى على خير كل نهار. كيبان 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 نوخ سعالي كيبان 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 نوخ أخوانا مثلي دينا لنقل تاج بقوينخ أنا مثلي لو دينخ لنقل تيد بقوينخ. تفضل انت على الهواء. مرحبا سامي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سويد. شينا تفضلي. أنا أيوه أنا خرجت من دايدة قبل يومين بطلة بختة وفشلة بغلاطة أخني ليو الخشنايب. أوكي الخشناي وتلقبناي. عرستي غزي اي للتصرف شخصي الاقبار يعني اي السنيالة الخشناي. غلطي اخني كلنا سوراي اخني كلنا اخني اخني شيعة وسنة لا اخني جيبن ليثن هارخ مني بس كده ايث النفوس يعني نفوس مريضة حتى ولدها اثحقت
التا ولدها أثمن دي الموجود بداخل دي زيد الأهم شافي لا نعم أنا يعني كبن خزيان أني تلكبناي كدك شغلي بختا القشنيرة وأني كوا راضين بقوا بعدين قي فيشي مستأزو بقوا ولا لا يمك كبالة ولا يمدبرونا قصد النقل لا للشرط للشرط اتنا كبير أصدقاء إلى أشقيل فلان وإلى أشقيل فستان وكل كل إلى بصيخ للشرط يعني أي قضايا شخصية شكرا شكرا جزيلا أخني كم شرفك أبقى تلكبناي لأن تلكبناي أنا تلكبناي تلكبناي قوري تلكبناي أهلا وسهلا أهلا أنا وسهلا أنا مؤثري همتة تلكبناي وهمتة القشناي أصلاً إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنقضايا كلها أخني يخبر حاجة التوعية زي يخبر حاجة التوعية هذا التفرقة بين صحيح غلطي غلطي كلش غلطي وإن شاء الله إن شاء الله يعني أثمن دي بعد لكم قرر إن شاء الله شكرا جزيلا و I hope أنه أذبخت دبلطل الإذاعة ولو لو إذا عدتي أنا يعني it's okay نفس الشيء لا أنه معتذرة وتدهوية قدوة لأنه يمكن كبيرة ناشي كيمياء ذيلة أو لكيمياء ذيلة بس يعني إيبل تطبال تخا هذا على الهواء تدآمر هذا محكيات لا بس فيما أخني كيبوخ تدهاو محبة بيناثن أخني كيبوخ كلنا تدبسعدو خاخاء وأخني كيبوخ تدهاويلا آخاخ جذور تدهاو عميقة وأخني لازم تدهاوخ مثل تأناشي ديلة آخر من أمريكان من إيطاليين من يعني مع الأسف أنه إيثن وبعدين كده كلش رنده كود أرى ما قطوة طلطة هركة وبقاوة خزيوانة لو خمدي وإن شاء الله يعني بشالوخ من عرجدية مو بس دختاو شكرا جزيلا تفضل أنت على الهواء مساء الخير أهلا وسهلا أنا حقيقة حبيت أتطرق إلى موضوع أتطرقت عليه عزيز أستاذ سام قسطو تفضل إنه الجالية المفروض تركز الأعمال تكون منافسة يعني ما معقولة أشوف أنه بعض الناس يقدم أسعار زهيدة والآخر أسعار متضاربة غالية يعني المفروض يكون عندهم هناك وعي ثقافي حتى بالأعمال صحيح أنا أتمنى أنه أنت يعني تستمر بهذا الموضوع موضوعك جميل وناجح جدا شكرا أن يكون عندك أيضا بعد تكرار لهذا الموضوع أنه على جماعتنا أسواقنا ما شاء الله عندنا كثيرين عندهم أسواق صح. أسواقهم أسعارهم متضاربة وقسم عندهم غالية قسم عندهم حتى عندهم يعني طريقة التعامل مع الناس صحيح الله يباركك ونشكرك شكرا. على هذا البرنامج الجميل والرائع شكرا جزيلا شكرا تفضل أنتوا على الهواء هلو أهلا وسهلا لا ملو ختام بشينا الطواثة أهلا وسهلا الحمد لله بشينا تفضل هاي بخت المحكي له وهي مثل المثال وخاي تكمرت لشوق مرزيوخن البرايت خاطر صح زين يعني صحيح انا موت يعني صغرا بيك كيف تميلاي مرزيوخن لخاطر البرايت انا خشوني على حسب مالي كذا انه خيرخ لشوق التزالة تغيرخ هاي القصدي انا ايه طبعا خيرخ لشوق التزالة تغيرخ صحيح وثانيا من دي ديوخ يعني من ديوخ مخواثت لا تلقى تكبيرة طلبك شو مندي وايب بيش تسبيقه صحيح واثد مندي اتخ مندي اغداء اي وابمارو خم اي كامري لما حكوه الخن ما يخالف محق لليل قرك المحكي براديو صحيح فجا ما يكمره وما اخني فلان وفلاني موخو لما شمو خن بخشيوخ محكوه اللي لا اغزي اخني اي خير شمان لك تخرنا صحيح كامرك وما اخني فلان وفلاني وهو صحيح يعني شمان داني دخكمني نخراي قال خلفية خلطه اغزي بالنسبة اخني وخم معكو قطن 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 تريده بشكر بالنسبة الشلان ديان بالنسبة الشلان ديان اذا خا مثلة ولو ليل مثلة الى حقيقة اخني اثوالا هو ذاي يعني مزمني وقماشات بقاو التلكيفة قماشات مزمني ولا وبعدين اثولا يعني ناشك كذي ولا بقى الموصل سو انا يميرا بقى الراديو غدا قام حسي بابي بإيل شيكر كم شاقل له ذايا من تلك يا بتبابي كم نوبل الموصل كم عابيرا اسردك كنان ولدم طير القيب الهذايا زون من هذايا اخني لازم تدهاوخ هذا اخني يعني اخني التنشولانة أناني يعني أنانية لا يبين لا لا ليلة أنانية إلى مساعدة يعني كيف زمزابن إلا وكي بضرب حنانية بس كي بربع بإيلة نو بإيلة ترى مساعد ناشدية لأنه كده زلق يبد آخر خا آخر خا ويوه ذايا وأويوه ذايا من هذا يعني أخني إيوخ مثلا بدمر إنه عراقيين إيوخ عراقيين أخني إيوخ مثلا منطقة إيوخ بستيلينغهايد
زين أنا من تتاو طماطة بستيرلينغ هايت تما بزالي زون الطماطة من أب نورث عدليل. زين أنا من ديت اللخمة وأذ لخمة دي الكيك دي يعني إلى يعني بركاثة. زين أنا تما بزالي الدوكا خورتة تزون من كل من دي القامي بس ماها أخني أبو الشلانة دي شد محكنا بعربي حتى كلية الشمي إيه؟ الأشغال الموجودة إيه؟ في أنا أحكي على القرية الكلدانية ما عليها من غير مكان صحيح. إحنا في القرية الكلدانية موجودين وناجحين وعندنا أشغال وعندنا أعمال. المفروض إحنا أصحاب الأعمال أن نكتسب الزبائن وخاصة الزبائن الكلدان وهم الأمريكان وهم الإيطان وغيرهم حتى أشغالنا تتطور. شلون نكسبهم؟ بالمعاملة الطيبة، بالأسعار المعقولة، بالنظافة، بالخدمة، بالصداقة، ويعني ماكو بيها غدر. يعني أنت من تجي ينطيك كيلو طماطة المفروض يكون كيلو طماطة، يجي ينطيك خمسة صمون المفروض يكون خمسة صمون، مو أنه يجي ياخذ خمسة صمون أنت تدق له عشرة، لا هذا غلط، هذا غلط. وإن شاء الله كل هاي المشاكل نطلع. أبو نسام هوي ما أنا كما حكى لي غرب اختزل لزونا بصر مخاء أوكي كما رخخنا يطلع لك ما ميلي زي أنت ما تخلقها غير كي بتور تيارنا شواته إلي لا لا إيه كما راري البسيخة هاي إلي بلد إلي بلد إلي بلد آخي إلي بلد الفرص تغطر وخلنا إلي بسيخة بالقولة أو هم غزي يعني ما عمر النخ يعني هم إلى غلط وهم إلى غلط مو أي بريلا ما ميت ما يعني سيلو فخلو خاخت تدري شو لي لا كل أي دكان أرسلو فخلو بقول دكاني كملا أنا حملته بزوانة واري قامي كم ما يعني مو نخ راخذي هما إلى الجرس صح صح بقول مثلا أخني 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 أتن كبيرة مشاكل وأتن كبيرة قضايا طاوة سوهم حولخ من دي تاو طاوة تروادخ لبشتة ومن دي بمشكلة تتحلو خلا مشكلة لا ما في عقل الطاوة ولا إن شاء الله الكل بليمو إن شاء الله شكرا شكرا شكرا, شكرا جزيلا يا أبشي نبقاو. أعزائي المستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، أنا سام قسطو أحبكم وأقول لكم هلا هلا بكم. هذه الإذاعة منكم وإليكم، نرحب بكل ما تريدون من هذه الإذاعة، إن شاء الله نلبي طلبكم جميعكم غوالي والغالي، كل ما يطلب يكون طلب رخيص والكل مدلل. أنا قلت أحبكم، نعم أحبكم، وأنا على علم أنتم عندكم هذه الصفة، وإلا لما كنتم تسمعون هذا البرامج. أنتم تسمعون البرامج لأنه مشوق وحزين وتراثي وفكاهي، وهذا هو نوع من الحب. وطبعا هناك القليل الذين يسمعون البرنامج لا لحبهم للبرنامج لكن لحبهم لسماع البرنامج، لأنهم في انتظار لسماع غلط نحوي أو مطبعي أو غلطة من المذيع أو المخرج، هذا حب من نوع ثاني. وهناك حب عائلي، أي حب الأب أو الأم لأطفالهم، وهناك حب مثل حب الجار وحب القريب والغريب، وهناك حب مادي أي حب المادة، وهذا عندما يكون البشر يعبد المادة يبتعد عن الطريق الصحيح بسبب المال. وهناك حب الوطن، هذا النوع من الحب يكون مختلف من شخص إلى شخص. وطبعا الحب الحقيقي هو حب الرب وعبادة الرب. أعزائي عندما تسمع كلمة الحب تتخيل أن هناك رجل وامرأة في الموضوع. هذا النوع من الحب هو الذي يكون العائلة وهو الذي يحافظ على انقراض البشرية، لأن لولا الحب لما كان تقارب بين الاثنين. الحب من هذا النوع هو السعادة البشرية، هو غريزة مثل المغناطيس، وهو يكون السبب في تقارب الاثنين إلى الرجل أو بالعكس. في هذا النوع من الحب يجب أن يكون هناك مشاعر، هذا الشعور الجميل يكون جيد مهما كانت نوعيته. الحب الحقيقي يكون حقيقي في الاحترام والتقدير والتضحية. ولي في هذا الموضوع قصة جميلة. القصة تقول كان هناك رجل متزوج وأحب زوجته حبا جنونيا، وهي كذلك أحبته أكثر. مر السنين على زواجهم ولم ينجبوا أولاد، وهذا لم يقلل من حبهم أبدا. وبعد سنين قليلة أصاب الزوج بمرض في البصر، وبعد محاولة كل الأطباء قالوا أن له مرض مزمن أي مستحيل أن يرى. قال لزوجتي يا زوجتي العزيزة أنا سوف أفقد بصري، لكن تصويرك يبقى في فكري وقلبي ومخيلتي ومستحيل أن يتغير. عندها من كثر حبها له
أصرت أن يسافر إلى الخارج للعلاج. سافر الرجل وطال السفر أكثر من سنة، وحينها خابر الدكتور الزوجة للزوج الذي في الخارج وقال لا خبر غير جيد، وهو أن الزوجة تعرضت إلى حادث ويجب أن يرجع. حينها قال الزوج اليوم هو آخر يوم العلاج وأنا راجع في نفس اليوم. رجع الزوج وهو بعد أعمى، أما الزوجة بسبب الحادث الذي كان أدى إلى تشويه وجهها وضياع جمالها وكسر خاطرها، وكانت الزوجة تضعف يوما بعد يوم، وكانت تعتني بزوجها غاية الاعتناء. وسنة بعد سنة زاد أثر الحادث للزوجة، وكانت عندما تخرج خارجا كانت تغطي وجهها حتى لا يراها حدا، لكن عندما كانت تدخل إلى البيت لتعتني بزوجها كانت تكشف وجهها المشوه وتعتني بزوجها أحسن اعتناء، وكانت تكشف وجهها في البيت وتقول الحمد لله لكل شيء، وأهم شيء هو أن زوجي أعمى لا يراني على هذه الحالة عندما فقدت جمالي وشبابي. وبعد سنين تمرضت الزوجة وهي على فراش الموت، أوصت أقربائها أن يعتنوا بزوجها وأن لا يقولوا له ما حصل لوجهها وجمالها حتى لا ينقهر، وحينها سحبت آخر نفس وهي تقول أحبك أحبك يا زوجي العزيز. حينها اجتمع الأهل وحضروا مستلزمات الدفن، وفي اليوم الثاني أخذوها إلى المقابر، وأول واحد زوجها أخذوا من يده ومسكوه لأنه أعمى، ووصلوا إلى المقابر ودفنوا الزوجة، وكل الأصدقاء سلموا على الزوج وقدموا لها الكلمات الحزينة. وعندما غادر الجميع لم يبقى سوى أخوه الذي أراد أن يوصله إلى البيت، واستغرب عندما لاحظ أن الأعمى أخوه أي زوج الميتة الأعمى قام ومشى إلى المقبرة وأخذ حفنة التراب ووردة جميلة وقبل الوردة ورماها على القبر وهو يقول أحبك أحبك، ومكث واقفا فوق القبر. حينها صاح على أخيه وقال يلا لنذهب لأخذك إلى البيت. حينها قال الأعمى لأخيه أنتم تعلمون أن زوجتي كانت تحب الورد الذي لون وردي، لماذا أتيتم بالورد ذو اللون الأحمر؟ عندها استغرب الأخ وقال وأنت كيف علمت بذلك يا أخي وأنت أعمى لهذه السنين الطويلة؟ حينها قال يا أخي أنا تستغرب لا تستغرب يا أخي، لأن الدكتور عندما خابرني وقال أن زوجتك تعرضت إلى حادث في وجهها وأنا من كثر حبي لها لم أبين لها إنني غير أعمى حتى لا يضيع حلمها وحبها وحتى لا تنكسر معنوياتها لهذه السنين الطويلة التي قضيتها معها، وهي تتصور إني أعمى وأنا كنت أراها كل دقيقة وكل لحظة، وهي التي كانت تستاهل أن تأخذ عيوني التي هي نورت علي الدنيا وما فيها. تُرايا وتسير شو حلبات في تُرايا من ريش والأقلات في تُرايا عدنا وبرد ما في تُرايا لازمها بالمخواسي تلكتنا يا وين ببطنا يا وين تأخونا يا وين نلقشنا يا أرضنا يا وين أسرنا يا وين عن كوايا وين أنا سورايا سورايا وتصير شو حلباسي سورايا من ريش والأقلاسي سورايا بابي ويمي ونشواسي.
أعزائي المستمعين، طبعا احنا تعدينا على أبونا احنا سلاقة مرة ثانية وكل يوم جمعة، وطبعا دا أشوف الحزن والتعب على وجه أبونا، وعندما سألت أن زوجته الأخت رقة يلدة مريضة وفي المستشفى، وأطلب من الجميع الصلاة لأن الصلاة تحدث المعجزات. وشكرا جزيلا أبونا، والله يعطيها الصحة والعافية. وطبعا أختم برامجي في هذه الليلة طبعا باردة شوية، وأن نفكر وأن طبعا نعرف أننا في راح ندخل على البيت وهيت وبالسيارة هيت، لكن أن نتذكر الذين في المستشفيات والذين مهاجرين والذين في الخيم والذين ليس لهم مكان حتى ينامون أو يتدفؤون. فأرجو من الجميع المساعدة والصلاة، وشكرا جزيلا، وتصبحون على ألف خير. يا تمريو درمان يا ما في شمشط مطلع وبركلا طعم دين أخك خكلا وبرد أرخ انشقلا يا ما في ما في لبي وقياني وماني مخوز أخماني آية مريو درماني يا ما في ذلكتنا يا وين تسقطنا يا وين.